كان النبي يمثل كل الفضائل، وعليك أن تأخذ ببعضها على الأقل. لا تستطيع أن تكون مثل النبي نسخة طبق الأصل، لكن باستطاعتك أن تنظر إلى واحدة من صفات رسول الله، مثلا أن تنظر إلى عبادته لله، حتى أن الله أعفاه قال وعاتبه في ذلك، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، منعه من أن يقوم الليل كله، وحتى حينما نزلت عليه الآيات المباركات التي تبشره بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر استمر في العبادة. فقالوا يا رسول الله، ألم يقل عنك ربك إنه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قلد النبي في عبادته لله، قلد النبي في إخلاصه لله، قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة من صفاته، مثلا صفة التحمل. حينما أعلن رسالة الله كان يتحمل ما يتعرض له، وهذا أمر طبيعي. الشيطان لا يتركك إذا كنت تعمل بأوامر الله وتدعو إلى رسالة الله عز وجل، فهو يحاول أن يشن عليك الغارات عن طريق المفسدين الذين استسلموا لأوامر إبليس. تحمل. أو مثلا تنظر إلى صفة من صفات الرسول لأنه كان معطاء، كان يعطي كل ما يملك، حتى أنه وزع من أموال خديجة على كفار قريش في مكة المكرمة، وكانوا يعادونه ويريدون أن يقتلوه، وهجروه في نهاية الأمر، وقتلوا بعض أصحابه قبل هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة. لكن المحتاجون لابد أن يعطي النبي لهم، كان يعطي بمقدار ما يملك من نفس كريمة، وليس بمقدار ما عند الناس من حاجات. تعلم من النبي صفة من صفاته، حتى أن تكون يوم القيامة ممن تقول يا رسول الله قلدتك في هذه الصفة، فأنا معك في الدنيا كن معي في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.